الدوغي الدوغي مدحوينها الصوماليا مدني حسن شيخ محمود حاس كيسي أول يرادو سارة إندير ومروضة كوبادة إيو خليها عيدة مدى حوق فدرال الصومالية جنرال إبراهيم شيخ محدين ولال كيسي أو درجديسو لغو شاقي قنع صدا إلو يح إيو حسن شيخ محمود سيديقيسي يعني مروة شرف مروضة مدحوينها الصومالية سارة إندير ولال كيد لقنا شيء أو إساقنا الدرجديسو أي تاي كابتن مركي فشل كان ويمادي وحي قوان صدين إن أي أبح صدان دالك مصر مدحوينها مروديسو هذا كينيا أي أي كسو كانت هاي حسن شيخ محمود بي لصعوته لكن وحا أقر شيسا إن أي قاهرة إسك حادرسو إيادا إي ولال كيد يطلياع إذا مدى حوق فدرال الصوماليات ولال كيسي وراشينكي عيدن كالدنب مرايكنكو وأسو ديبي أي دعين راشين كاسو كلونكي إيو عانا بوريهي إيو عنتدي إيو بسكتكي كلي بخاركويا الله مقالة مقدشو لغو دحركي إيوغو لغو بيعنايو دولة دا مرايكنك سيدا عن إدين شاقني مانتي ayaa waxay u yeertay saraakiisha weeyo oo hadda ay ku dhagan tahay maanta taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliya Ibraahim Sheekh Muhiiddin Mareykanka xalana ayuu ugu yeeray sidaad aragteen xisaab keen baa leeyahay saaxib iyagoo og Mareykanka cidii waxaan cuntay waan garanaynaa bay dhayn waana ka matajineyna horta saraakiisha weeyo sidaas aa loogu dhagayaa fakashada saara in dhayr iyo walaalkeed iyo إبراهيم شيخ محدين أو نفسه دي سجن عصاده ولالكيسي أي فكان عيان وحي أقول ليهين إن أي أقول سيبتان وسيرك جاشان دقة صوماليا عبد القادر محمد نور شامع أو ولا شيء دقل إيه مريفلة لكن يجي لك رابنا أي أي دونيان إن أي أقول سيبتان عبد القادر محمد شامع يسقنا وحي نجاه حيستا هذا أبندولك قوتها ضنب اللي يطبنات أو ولا شيء أبجل يطليع إذا ما ضنب أو ولا شيء صعد اللي جيره أيوه كل الجيه هاي سينت أيه الله يسهي استعمرك سداسة أوجد بحشو مال درم بيجادي مال حم بيجادي شامع شوارت التلفزيون وكدي بكلية كوبت بعد هذا إصلاحين مريكان كي سجيا سراكيشي هو يكالي يا بهاي مرك يا أنا ورك دي دي كرا تاسانا كنتي إن سركال كان ولا شيء باشا أبجل oo kasoo jeeda hartay abgal ciisar hartay suul rati ah boon dheer lagu weerado shalay tole gurigiisa si loo kharajiyo si sira faran badan aanu u sheegin waayo ragga wax gudbiyay ee fashiliyay buu qayb ka yahay in la dilana faa'idada ay ka raayaa waxa weey tanna way ka arsadeen sira badan oo caws weyn iyo xarumaha lagu laayay ciidamadana waxbuu ka og yahay wararka kooban hadaan u noqono sidoo kale shabeelada dhexe meesha loo yaqaan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle degmada Aadan Yabaal waxaa laga soo qabtay laba sarkaal oo ciidamada niisa ah oo darajadoodu la ii sheegay inay kabtan yihiin saraakiishaasi waxaa soo qabtay taliyaha ciidamada niisa hadda jooga Sanbaloolshe oo u dhashay Xawaadle ragga la soo qabtay waa Habar Gidir waxaa la tilmaamay raggaasi in Mahad Maxamed Salaad uu meesha geeyay ay ahaayeen saraakiishii isku xiraayay Al-Shabaab iyo dawladda marka la rabay ciidamada in la laayo iyo aagaga ay ka soo galayaan marka ciidamada xarumahooda lagu baabiinayo waa la soo kaxeeyay iyagoo ka tiinadeysan waa lagu murmay meesha la geynayo in Niisa la geeyo iyo in CID-da la geeyo ugu dambeyntii waxaa la isku raacay horta CID-da in la geeyo CID-da ayay hadda aan kula hadlayo ay ku xiran yihiin saraakiishaasi meeshaasi waxaa ka aragtay ciidamada Soomaaliya waxa leenayay inuu ahaa Mahad Maxamed Salaad oo sirdoonka yaani shabaab la shaqeynayay oo isgaarsiinta ka dansanayay shidaalka iyo saadka ka goosanayay oo boqol boqol iyo afar afar boqol ciidamada u leenayay
عبد القادر محمد نور جامع وزيرك قاشان ديقة صوماليا يا وزيرك الدينتة مختار روبا وعلي أو منصور وحيقول له ده هاي إن أي دقان وبوس كاي كبحان مروا البابا جامع ماشان مجوغي دونا سيدا موقتا روبا هنا ودقي دونا سببتا حسن شيخ محمود حدي جامع ودقا ايو وكبت بادي كرو ده بادي جيسي عيبتان ونحفر ديو وحب الله ماهن ساوغد عبد العزيز لفتا قرين ايان لفتا شنا ايابو الى حسن شيخ محمود ننكي ان خوب بدلي لها وسيرك قاشان ديقة صوماليا او ديقل اي مرفلة اسكالة جاقادة سادة او وسيرة دا ايضا كميت اه انان اوديبو نين ايدهان عبد الرشيد الفيس او وسيرك هراء قاشان ديقة اها فرماجة مركو جوغي مر اسلامر كان هبر قدرتو اياد او نعبتاي بريري بارهي ديقل اي مرفلة شباب كي هبر قدرتا اها كل ايي كباب ايي استانبولين برف اهميدتك اي ديقان او مقان ربنا اي لهايين هبر قدرتا ننكي امر كديبي اي لا ايوا هبر قدر نكاسي اياد او ماتشعلا او نعبتاي مركا عبد الرشيد الفيس وانا اسكتيم اي اهايين قدوميها الدقمدة بايدباها الدجوغة عبد الله علي وطين إيوه إساقو صاحب إسكو وحبرشاء أي أهايين قدونك قبل كباينة أها عبد الرشيد أيها هدى لو صوّد وسارد دقاشان ديقة صوماليا مركا هدية عبد القادر نور جامع لقو بدلو عبد الرشيد الفيس وهدو أقلادو لفتا قرين وليبنا وحوكا سعودابا ليري عبد الرشيد دنك لفتا قرين سياسة دو ويس بدشا وين كرتا وحان سيدا سؤال جيدا يعني عبد الرشيد وحان سيدا سؤال جيدا عبد الرشيد تيم كشريف حسن بي اهايين إساكي شريف حسن شيخ آدن لحدة قبل وكلا قويي سدح لقبل ماشا أولا جوغي لكن سياسة دو ويس بدشا هذا عبد الرشيد وحو لصعدا عبد العزيز لفتا قرين بالليه مركا عبد الرشيد الفيس وانين اقوان له انجريس كان كيما عوضه ورمله هذا اللي ما اقوله عبد الرشيد الفيس هذي وسيرك قاشان ديقة صوماليا او نقضه وحي كان ديقان تاي روبو انو اوتوماتيك اسكبه حايو محايا لي عبد الرشيد الفيس اي مقتار روبو واسكو قوندو سيدا سي اوغيد وحان الليلية هي وسيرك وسارب ده دينتا يا اوقافتا اما مدى عدالة ده اياه وحان لقين ايا نين ايدهان جيلاي او هاد حلدبان كترسان بارلمان كفدرال كصوماليات اسلام كانا حلدبان كا وسيرك قاشان ديق هاد جوغا عبد القادر محمد نور جامع متلاي هي فايريس كا اسكدو القاطع عاوة حاجدو مسهلنا مركا مختار روبو يو عبد القادر محمد نور جامع ان اي بيح الدونان اي او بضانتاي عبد العزيز لفتا قرين هدان ادنو مانتي مقالة براو اي عاصمة دا استيت كميلان وحاسو قاري سراكيل اتوبيان اه ايو انجينيرو كو شقال نسمه الدكدة سراكيش اتوبيان كاه وحي مقالة براو اي كانين رصاص فربضان او لوغو تلقلي هبكي ايان دويد دون تلقو كاني اي مقالة براو ايو ركبات هبكاسي لدك ديورة دها هبكاسي اي ركب ايان اسلامر كان رصاص تي هبكاسي اوود بضان اي لكاني او بهاي هاي اي كانين اتوبيان كسراكيشا اه sidoo kale waxay daydayanayaan meeshii ciidamada Ethiopia ay ka soo degi lahaayeen caasimada Baraawe ee state-ka Mainland maran dheereyn injineeradu way ku hakan doonaan Baraawe oo kama noqon doonaan maanta iyo bari laakiin saraakiisha Ethiopianka ah marka ay fiirfiiriyaan meeshii ciidamada ay degayaan sidoo kalena ay dhameystirtaan rakibaadda hubka iyo rasaasta ay keeneen markaasi kadib waxay ku noqon doonaan magaalada Baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ah ee Mainland isla magaalada Baydhabo
maanta waxaa gaaray wafd miisaan leh oo ka socda waddanka ingiriiska waxay la kulmeen madaxweynaha dawladda mainland abdacasiis lafta garen oo sidaad aragteen laba wasaaradood oo waaweyn dhagax dhigay wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda amniga dawladda mainland madaxweyne lafta garen waxay u sheegeen wafdigaasi ka socday great britain in doorashadiisu ay ku garab taagan yihiin isla markaana dhaqaalo ay siinayaan xooggan ay ku bixinayaan waxayna u sheegeen lafta garen in shaqo aanay ku lahayn dowladda federaalka soomaaliyeed ayna soo faragelin karin doorashada lafta garen haddii baydhabo uu ku qabsanayo state-ka iyo hadduu baraw uu ku qabsanayo tani waxay ku soo aadaysaa iyada oo xasan sheekh maxamuud iyo lafta garen ay bidixda isku salaameen fadeexadna uu dhex joogo madaxweynaha soomaaliya lacagihiina laga goostay adduunyada ciidamada ay siinayeen haddaba wafdigan waxaa soo diray baa laleeyahay gabadha ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan oo haatan madaxweynaha soomaaliya uu waddanka ka eriyey oo bisha may ugu dambeyn ay ka tegi doonta soomaaliya shaqadeedana ay uga dhammaatay iyada ayaa soo dirtay oo u soo dirtay magaalada baydhabo ayaa laleeyay waxaad moodaa abdicasiis xasan maxamed lafta garen in maarkayse dhaqaale xooggan hadda uu haysto mashaariic fara badanna uu macnihi gacanta ku dhigay isla markaasna aada moodid state-ka uu hogaaminayo in lugihiisi ama cagihiisi uu isku taagayo inahaasi markay joogto dowladda maraykanka dowladda ingiriiska iyo dowladda imaaraadka carabta magaalada nairobi ayay kula kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maantay nairobi joogay xasan waxay u sheegeen in uu ku fashilmay dowladnimada soomaaliyana meel xun uu gaarsiiyey adduunkana dhaqaalo badan soomaaliya uu ku bixiyey sa awgeed soomaaliya in maarkayse macnihii chapter seven macnihii si buuxda inay u gasho isaga macnihii uu ka shaqeeyey ciidamada uu burburiyey masuq maasuqay wax walba waxaana loo sheegay in dastuurka uu bedelay xasan sheekh maxamuud wadar ogol waxaan ahayn adduunka aanu ogolaan karin soomaaliya in dagaal sokeeye loo celiyo duulshow iyo maarkayse duhur cad in la isdulmiyo in maarkayse aanay ogolaan karin mar haddii ay korjoogtaynayaan dowladnimada soomaaliya oo ay sheegeen dhaqaalo fara badan in ay kaga soo baxday inahaasi markay joogto xasan sheekh maxamuud ayaad moodaa in xaajada ay ku xun tahay markaasi hadday noqoto dhanka puntland oo uusan gacanta ku haynin hadday noqoto dhanka maamulada state-yada kale sida kismaayo baydhabo dhuusamareeb iyo halka loo yaqaano jawhar oo dhammaantood ay doonayaan in doorasho dadban ay qabsadaan ka madax bannaan xasan sheekh maxamuud halka xasan sheekh maxamuud uu ku dadaalayay in doorashada dadban isaga uu maamulo isla markaana maamul goboleedyada uu ka tuuro kuraasta ay ku fadhiyaan rag isaga uu wato uu geysto sidaa dalka uu ku qabsado rajada xasan sheekh maxamuud waddankan inuu diktaatooriyad sii geliyo uu sii haysto ayaa daaqadda ka sii baxaysa haatan ciriiriyowday.